برحب بحضراتكم مرة تانية والبيت الكبير. فقرتنا دي مع اتنين من أهم نجوم القلعة الحمراء، كابتن عادل طعيمة وكابتن ماهر همام. أكيد هنستمتع معاهم بالفقرة دي وهنتكلم معاهم في العديد من الملفات المهمة. طبعا أكيد برضو هنتكلم عن نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله. برحب بيكم كابتن. أهلا بك كابتن عادل. أهلا بك كابتن ماهر. أهلا بك كابتن ماهر. أهلا بك كابتن ماهر، منورنا دايما في البيت. وحشنا بقى فترة. والله أنت اللي وحشنا بقى فترة. وكابتن عادل كمان. أنا عايزة أبدأ الفقرة دي بإحساسكم أو حالتكم لو فينا نقول، وإحنا بنتابع النهاردة نتيجة مسحة كاف. كان كل واحد بأمانة إحساسه إيه؟ يعني كابتن عادل كنت بتشعر بإيه وإنت منتظر مسحة كاف النهاردة، سواء للاعيبة الأهلي أو الزمالك على فكرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايش في النادي الأهلي في جدرانه وإن هو صغير، الماتشات دي زي ما كابتن ماهر كان بيقول من شوية، الماتشات دي بتبقى بالنسبة لنا إحنا الأكثر هدوء، أكثر ثقة. الأهلي بما حضر بنلاقي ولاد صغيرين في ماتشات كبيره هما بيقابلوا نجوم الزمالك، بيكسبوا الزمالك بكامل نجومه وهم اجمل. ايوه حصلت اكتر من مره في نجوم طلعوا، كابتن سايس، كابتن علو مطر، وكابتن ريعو في ملعب الزمالك بيكسبوا ثلاثه. الولاد الصغيرين اللي كانوا راجعين من المانيا بيكسبوا الزمالك ثلاثه في الاستاد في كاس مصر. فالأهلي بما حضر احساسي كان في احيانا شويه حاجات كده بتقول ان الشناوي اظن عنده مش عارف ايه، حاجات كلها حاجات نفسيه الغرض منها انه يحبط جماهير النادي الاهلي مش لعيبه. اللعيبه زي ما انت عارف يعني عندهم من الثقه فهمه كويس قوي، وبعدين الماتشات دي بالنسبه لهم بتبقى باستمرار ليهم الغالبيه على مدى العشر سنين اللي فاتوا. نشوف النتائج ما بين الاهلي والزمالك، الماتشات اللي الزمالك تفوق فيها على الاهلي ضربات جزاء مش لعب، يعني ضربات جزاء بعد وقت اضافي او من غير وقت اضافي بيبقى ضربات جزاء. يعني البطوله الاخرانيه بتاعت السوبر كانت ضربات جزاء وكان فيها عدم توفيق، لكن لما بيكون في كوره انت مسيطر 90 دقيقه بتخش على ضربات جزاء. السؤال حضرتك انه هل كنا متوقعين ان حد ممكن النادي الاهلي دايما زي ما احنا بنقول دايما لما كان فايلر موجود ولما موتسيماني جه وشفنا قد ايه الاداء فيه انسيابيه وفيه نوع من انواع الثقه بيبدا من تحت بيدفع بناشئين بيلعب كوره جميله بتاعت النادي الاهلي، الكوره المربعات ما فيش الكوره الطويله والعاليه، الثقه العاليه جدا في اللعيبه، ودي كلها حاجات على مدى تاريخ النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي بيتميزوا بالحته دي. احيانا يا سيام بيبقى في الاهلي والزمالك اللعيبه قريبين جدا من بعض فنيا، لكن معنويا دايما الاهلي بيتفوق الحته المعنويه، ودي طبعا الكابتن هاني عارفها انه دايما النادي الاهلي عنده الحته دي بتبقى أكثر.